لا تزال القضية الصحراوية تحشد تضامن المنظمات الدولية الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تحقيق الاستقلال وتقرير مصيره. ففي العاصمة الإسبانية مدريد خرج آلاف المتظاهرين رافعين شعارات منددة بالانتهاكات الإجرامية للاحتلال المغربي وبالاتفاقيات المشؤومة المبرمة عام 1975 التي عمقت معاناة الشعب الصحراوي جراء غزو الاحتلال المغربي الذي ارتكب ويرتكب يوميا جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الصحراوي. كل سنة نعدل هذه المتظاهرة، هذا التظاهرة اللي نعبر بها عن مشاعرنا تجاه تمديد اتفاقية الزملاء، الاتفاقية المشؤومة اللي قسمت شعبنا وشردت شعبنا. نحن هنا ندعم الشعب الصحراوي وندين كل الانتهاكات والتعذيب الممارس من الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي على أرضه. نحن هنا نساهم في دعم القضية الصحراوية حتى ينال الشعب الصحراوي استقلاله. هذه المظاهرات تثبت يوما بعد يوم تعالي أصوات الأحرار في العالم واتساع رقعة التضامن الدولي مع كفاح الشعب الصحراوي من جهة، والدور الفعال الذي تلعبه الجالية الصحراوية في التعريف بالقضية الصحراوية والانتهاكات الممارسة في حق الشعب الصحراوي من جهة أخرى، في مسيرة نضال لا تتوقف ضد محتل تفنن في أساليب التعذيب والتعدي على حقوق الإنسان. اليوم جينا لهذه الوقفة، وقفة الشعب الصحراوي اللي خاصه يتم عدلها يوميا يعني ينول استقلاله. وجي الشعب الصحراوي الحمد لله من كل بلد في اسبانيا ولا بديل لا بديل عن تقرير المصير. هذه المظاهرة التي تجري في إسبانيا هي من أجل دعم قضية الصحراء الغربية، وندعو من خلالها إلى الأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له الشعب الصحراوي من سلب لحقه في تقرير مصيره. نحن نؤيد حقه في العيش في بلاده بسلام. الشعب الصحراوي يقاوم ويصر على الاستقلال وتحرير أرضه، ننادي بصحراء حرة. رغم صدور قرارات المنظمات الدولية الداعمة والمقرة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية واعتباره إقليما متميزا منفصلا عن الاحتلال المغربي، إلا أن الاضطهاد والديكتاتورية الاستعمارية المغربية لا تزال تمارس في حق شعب أراد تقرير مصيره والاستقلال كآخر مستعمرة في إفريقيا.